آن الأوان إن أنا أنتقم من حماتي بعد السنين دي كلها. نبدأ الحكاية من الأول. صباحكو فل، صباحكو عسل، صباحكو عنا. بصوا، أنا النهاردة قلت كده: قومي يا بنتي يا نشوى، اعملي نفسك نونو وافطري بسكوت باللبن. كان عندي شوية لبن صغيرين، كملت عليهم بمعلقتين لبن نيدو، وقمت حطاهم في الميكرويف يسخنوا. طبعا بقى بسكوت نواعم ده العشق بتاع زمان، بتاع التمانينات. من مواليد 86 زي حالاتي، كان يوم الصبح يفطر بسكوت بلبن، أنا بسكوت بلبن. عملت كده، كنت أنا جايباه من السوق، كم واحدة بسكوت بسكوت كده، وانا بحب احط عليه شوية لبن. هفطر انا ومين؟ انا وعم علي. انا وعم علي عملت له فطار، هو طبق وانا طبق، وهو مشى وسابني، وانا قعدت قلت بقى النهاردة ورايا فرش الشقة كلها عشان نعمل ايه، عشان نخليها عروسة برضو، مش احنا ماشيين في ترند العروسة دلوقتي. اخدت بقى الفطار ودخلت كده على الجناح الملكي، يعني الجناح الملكي عديت. انا بحب حاجتي قوي على فكرة، عايزة اقول لكم، وما تحرمش منكم على الحاجات اللي انتوا قلتوها لي. حبيت حاجات زغنطوطة عايزة اقولها لكم امبارح، بصوا المنظر وجمال المنظر. حبيت حاجات زغنطوطة عايزة اقولها لكم، لان كنت حطها على الشمع، ده مش مصحف، دي اجندة. في ناس كده يحطوا كتاب كده على السرير، مش عارفة يعني ايه الترند ده، بس يعني ايه، دي اجندة يعني، مش مصحف اكيد. تعالوا بقى ايه، نفرش الشقه ونظبط الشقه النهارده ونشتغل شغل جامد. حلو الكلام. اول حاجه هنشغل الغساله وهنغسل كده الهدوم عشان لما نطلعها ننشرها، ويبقى احنا كده ما فيش عندنا هدوم مش نظيفه. نمشي واحده واحده، احنا بنمشي يعني ايه، سنه سنه، كل حاجه بنفرشها مع بعض. غسلنا ونظفنا وجهزنا للشتاء والاستقبال الشتاء والاستقبال الوالدة والنونو ان شاء الله بإذن الله. فبنمشي واحدة واحدة. دي الفوطة اللي انا بنظف بيها، بغسلها قوي 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 وبنظفها عشان تبقى زي الفل. حلو الكلام. حلو الكلام. صباحكم فل وصباحكم عسل. تعالوا احكي لكم حكاية زغنطوطة. ايه هي نشوى الحكاية الزغنطوطة؟ واحدة طلبت مني اخد رأيكم معايا. اكيد انا لا استاذة ولا فيلسوفة، بس هي قلت اخد رأيكم معايا. بس قبل ما اخد رأيكم معايا، عايزة اقول لكم على حاجة. دي الشلتة الفرو انا مش بحطها في الغسالة، بحط كده معلقة يعني حبة بودرة فانش على شوية كوروكس الوان، وبنقعها كده الفرو، وبحب اغسله على ايدي عشان بيبوظ من الغسالة. انا بس بنقعه كده بشوية ايه، مية دافية شوية. انا غلطت ان انا حطيت مية دافية، ان الفرو بيبوظ من المية الدافية، بس انا ما خدتش بالي يعني، بس هو ان شاء الله ما يبوظ. عشان دي الشلتة اللي انا دايما حطها كده بقعد عليها، بحبها شلتة كده فرو وبحب اقعد عليها. هغسلها كده بالصابونة شطفة صغيرة وانقعها واحطها. وتعالوا بقى نوضب النهاردة الصالة ونفرش الصالة. بصوا بقى ايه اللي اخدت رأيي وهي عايز تاخد رأيكم معايا. هي كتبت لقيت لي: نشوى انا عايزاك تنصحيني نصيحة الفيديو الجاي. انا كنت كويسة مع اهل جوزي، فده حلو جدا، ربنا يبارك لك ويقعده لك في ولادك، بس هم بعض الاوقات كانوا وحشين معايا، اهل جوزها كانوا وحشين معاها، وكان عندي ظروف صعبة قوي، وما كنتش بيبقى في أكل في البيت، يعني ما كانش عندها أكل في البيت، وكنت ببعت عيالي يأكلوا عندهم، يعني كانت بتبعت ولادها كانوا بيأكلوا عند إيه، نانتها وحماتها وكده اللي هم نانتهم يعني. وكانوا يجوا العيال يقولوا لي: ماما هي حطت لنا شويه صغنطتين وما شبعناش. بصي عايزه اقول لك قبل ما اكمل، ممكن تكون هي حماتك كانت ظروفها كده، وما تسيئيش الظن. اوقات كتير بيجي لنا حد انا ما ببقاش عامله حسابه في الاكل، فبنحط له الموجود يعني، فاهمه؟ هي مش معتبراهم غير غراب يعني، بيعتبرهم ولاد ابنها. ده حسن النيه يعني، ده لو احنا اتخذنا حسن النيه. وما كانوش بيشبعوا يعني عندها، وكنت بفضل اعيط انها ايه بتهين ولادي عشان الاكل. بس بصراحه دلوقتي انا بعملها بمعاملتها، يعني لو عامله فراخ اخبيها منها وما اكلهاش، يعني هي لما لفت الوقت بقى، لفت الزمن، حماتها الوقت بتيجي تاكل عندها، ده اللي انا مستنتجاه يعني. كانت بتاكلها رز وطبيخ يعني، وما ترضاش تاكلها فراخ وكده. وانا ما كنتش وحشه والله معاها، انا كنت حنينه قوي معاهم، بس دلوقتي بقى جوايا حاجات وحشه وفظيعه لدرجه اني خايفه اعمل فيهم حاجات اكتر من كده. بجد انا محتاجه نصيحه قوي، وهستنى الفيديو الجاي. انا شو بصوا هقول لكم، هي مش بتستناني انا، فانا عايزاكم تنصحوها معايا وتقولوا لها الصح ايه، لان انا طبعا لا استاذه ولا خبيره ولا مصلحه اجتماعيه، بس هي واحده طلبت نصيحه، فانا قلت انتوا تنصحوها معايا، وانتوا قادره وعندكم خبره وعندكم طبعا ما شاء الله يعني خلفيه حلوه، وبتفهموا اكيد اكتر مني. فانا انصحها نصيحه، وانتوا برضو ردوا عليها في الكومنتات وقولوا لها رايكم ايه في المشكله دي، عشان انا برضو مش هبقى عندي الخبره. بصوا انا بداية كده
انت لما انت ظنيتي ان حماتك بتجوع ولادك، فانا ما ظنتهاش قوي، لان مهما كان هي نانيتهم واكيد هتبقى حنينه عليهم وعايزاهم ياكلوا. فدي حاجه. لو انت كنت متاكده ان هي فعلا كانت بتعين الاكل بعيد عن ولادك وبتدي اكل مثلا لولاد فلان، او هي مخبيه الاكل، دي حاجه تانية. بس هقول لك على حاجه، انت لازم تعاملي ربنا مش تعاملي حماتك. ماشي حماتك ست وحشه، ده على كلامك انت. لو انت متاكده حماتك ست وحشه، خلاص هي هتاخد جزاها عند ربنا، انت اكيد مش هتحاسبي لها، هي اللي هتتحاسب اذا كانت حلوه معاكي واذا كانت وحشه معاكي. فان الاوان ان انت ربنا يجازيكي على اللي انت هتعمليه. كون ان انت هتخبي منها الاكل او هتقسى عليها، سيبك من اللي حصل. وطبعا انا مش ملاك ولا نازله من السما ان انا اقول لك لا انت لازم تعملي ولازم تعملي والتسامح ماشي، بس في اوقات كتيرة انت واقفة بين الجنة وبين النار. يعني انت لو عملتيها وحش، ربنا مش هيقولك لا انت صح شاطرة، انت رضيتي اللي هي كانت عاملاه، لا انت شطورة، انت فعلا اخدت حقك. لا ربنا مش هيقولك كده، ربنا هيقولك لا انت ظلمتي فلانة الفلانية وكنت بتخبي منها الاكل، وهيلف عليك الايام وهيجي ولادك يعملوا فيكي كده. انا عارفه ان انت طيبه وحنينه وما انتيش كنتيش قاسيه معاها، وخليكم حنينين عليها في الكومنتات، هي بتتكلم معانا بحسن نيه وبتحكي اللي جواها، واحنا مش هنعاقبها يعني على اللي هي عملته، هي يمكن لسه بتفهم وكلنا بنغلط وكلنا يعني هو ربنا خلقنا خطائين، فهي ممكن غلطت بس هي ماش اخده بالها. تقولي لي يا نشوه طب ما حماتها كانت وحشه معاها. ايوه ماشي، هي حماتها كانت وحشه معاها، ماشي حسابها عند ربنا، هي حماتها حسابها عند ربنا، هي بقى تحاسب ليه؟ انت كنت طيبه، خليكي طيبه زي ما انت مع ربنا. ازاي؟ انا دايما اقول كل حاجه يعني ما تتدلقي قوي 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 بتبقى وحشه، كل حاجه بالعقل بتبقى كويس. يعني مش كل يوم بتبقي مطيبه قوي، ومش كل يوم تبقي مضحيه قوي، ومش كل يوم الود الكتير، ومش كل يوم الزيارات الكتيره، كل حاجه في المعقوله بتبقى حلوه. يعني فين وفين في المناسبات تبقي طيبه بالعقل، تبقي طيبه بالمعقول. ده الكلام ده وكانت اسنان كانت حماتك كويسه معاك. اما بقى لما اجى الوقت ان انت حماتك هي اللي محتاجاه لك وانت تحوشي منها الاكل، ده انت هتاخد عليها ذنب 100%، ده انت هتقعد لك لولادك 100%. فانت بتعملي للي قدام، بتعملي لربنا، مش بتعملي بقى لحماتك. انت سيبي حماتك وذنبها عند ربنا. والتسامح حلو على فكره، ما هوش وحش. ايوه انا 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 كتير بزعل من الناس ومش بعرف اسامح، ده حقيقي، انا ما بقولش لا، بس في اوقات بقول خلاص انا هسيبها لله. والله العظيم هحكي لك على حاجه شخصيه وانا بحبش اقولها، انا اقسم بالله اجى عليا فترات سنين، دايما دايما اولادي عارفين الجمله دي وحواليا كلهم، انا اجى عليا سنين 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 ظروفي الماديه كنشوه، انا بحكي لك اهو كنشوه، ظروفي الماديه فوق ما تتخيلي كانت صعبه، وكانت البطاطسايه مش الفراخ واللحمه، البطاطسايه كانت هتبقى عامله معايا حاجه حلوه، يعني اقل بطاطسايه كده كانت يعني فاهمين واصله لايه. والله والله انا ما في بني ادم عمره جاب لي كيلو جبنه، عمره ما جاب لي رغيفين عيش، عمري ما في بني ادم راح جاب لي قال لي نشوه خدي ده في بيتك. هل انا مثلا لما لفت بيا السنين ولف بيا، ومع ان كان في ناس ممكن تقعد لي على 10 جنيه، هل لما لفت بيا السنين وربنا كرمني هل انا رديت لهم اللي هم عملوه؟ اكيد لا. مش ان انا ملك، ومش ان انا شطوره، ومش ان انا حاجه واو، لا، هي حته ايه، لا انا هعمل لربنا، انا مش هعمل عشانهم، عشان ربنا هيقعده لي، فاهمه قصدي؟ مع ان في ناس اوقات كتير مش هكذب عليكي ممكن يكون مش هيتمر فيهم حاجه، ايوه مش انا مش عامله لهم، انا عامله لربنا. فلما حد يعني انا ما عاملتش الناس بمعاملتي، فانت ما تعامليش الناس بمعاملتك، دي نصيحتي انا. انا ما اعرفش ممكن اخواتي التانيين اللي هيكتبوا لك في الكومنتات يكون لهم راي تاني، فانا دي نصيحتي وانا قلت لك بيها، وبراحتك انت براحتك يعني. بس هو التسامح في ديننا حلو قوي، هتاخدي عليه اجر. سامحيها خلاص، سيبي ذنبها لربنا، ربنا هي هو المطلع على نوايا الناس، سيبي ذنبها لربنا، لكن انت ما تعاقبيهاش في الدنيا عشان ربنا ما يعاقبكيش برضه في الدنيا. ده كان اختصار يعني، سالتني فقلت اخد رايكم معايا، انا عايزه رايكم انتوا، مش عشاني انا بس، انا مش خبيره يعني. بصوا بقى، بعد ما فرشت الشقه وخلصت، قولوا لي ايه رايكم في بديل السجاده ده، لايق جدا على الكنبه. انا عندي نفس بديل السجاده اللي كنت جايباه من بيت ايمي اللي جوه، هحطه قصاده الناحيه التانية، انا هوريكم في اخر الفيديو. بعد ما خلصت ولمعت الشقه وفرشت الشقه، قلت لازم اعمل لي فنجان قهوه واخش اقعد في المنظر، الهدوء، الاعصاب، راحه الاعصاب دي. بصوا انا عندي منظر والله العظيم يترسم، روحه فنان، والله روحه فنان يعني. النهارده في شويه هواء على شويه منظر تحفه. قعدت بقى شربت كده فنجان القهوه وغيرت بقى وتوضيت وصليت وقعدت كده على الكنبه اشرب فنجان القهوه، كانت نانو راحه الدرس.
نانو يا راح الدرس ما تاخريش. طب مش هروح. امشي يا بنت يلا. درس ايه؟ انجليزي. مفيش فيه كتاب؟ لا مفيش. يا جماعه دلوقتي اتخانقت مع بابا. اتخانقت ووضحنا كبير. انا هبوظ له المعلومه. هو اللي يحصل اللي يحصل بقى عشان انا نفسي انا حاولت. بصوا. ايه بقى؟ بابا جاي يعمل معاكي مقالب. يلا بينا بقى بعد ما خلصنا وقعدنا وانتخنا نخش بقى نعمل ايه، نعمل السلم بقى روتين السلم. الجزمة لسه ما خلصتش، انا هقول لكم انا ركبتها ازاي وعملت ازاي في اخر الفيديو. انا لسه بس كده حطها كروكي يعني كده اي كلام. وتعالوا بقى نظبط السلم. السلم عايز شغل جامد بصراحة يعني. الحمد لله ان هو الى حد ما لميت الكركبة اللي انت طلعتها فوق دي. الطبلية اللي احنا بنقعد ناكل عليها. اما الطبقين اللي محطوطين دول انا بغسلهم كل يوم، بحط فيهم اكل للقطة. بحط اكل القطة على السلم ليه نشوه، بتحطهاش جوه عشان ما تبهدليش الدنيا. والسلم بتاعنا ما السلم برضو في نفس البيت يعني، مش بهينها يعني ولا حاجة. انا بحط لها الاكل هنا وبرضو فوق المكان اللي هي بتعمل فيه حمام في جنب، بننظفه وبنظبطه فيعتبر ده بيتها يعني. بس هي بتخش الشقة وقاعشة معانا عادي يعني. بس ده انا بحكي لكم الوضع. طبعا اول حاجة انا عملتها كنست السلم. انا عايز اقول لك الروتين بتاع النهاردة ده كفيل ان هو يخليكي تقومي تقليبي الشقة عليها واطيها. والله ما في تشجيع اكتر من كده. انا طبعا بعمل كله بسرعه ليه، انا عايزه اقول لكم ان انا مجريه الفيديو جدا، فعشان كده هي عشان لان الفيديو ده مدته طويله جدا. عارفين انا لو يوتيوبر تانية كان الفيديوهات بتاعتي اليومين دول عملتها لكم سلسله فيديوهات. انا ما عنديش اصلا انا عندي في الدنيا اللي بقول لكم، انا عندي في الدنيا اللي محمد ولا عايزاه. انا عايزه حاجه انا فيها اشوف كويس والله في حاجه انا بحبش حد في الدنيا قد محمد ده نهبه. بس طبط الدنيا مش طالع لامه، لا طيب حنين محترم خدوم. احلى حاجه في محمد ايوه، حتى اللي في قلبك واحده واحده. لا خدوم عارفه اطلب منه الطلب قبل ما اطلبه بيكون جاب حبيبي محمد. لا والله بقى انا عارف خالك تعرفش بقى خالك. انا عايزه كيس كلور بس من هنا، عشان انا ماليش حد يجيب لي كلور ولا لاقي حد يجيب لي بس كلور. انا غلبانه اصلا كيس كلور من هنا يذكرها في ربنا. انا عندي محمد وقرور وفلاش او قرور بس هات قرور وفلاش يسترك ربنا يسترك الدنيا قرور اللي هو السايب ده عبده هو اللي شغال مع عبده ده تبعنا محمد ده اصلا ما بطلبش وبكرهه وما بحبوش لا هو ولا ابوه. الواد ده عمري ما حبيته ولا هو حبني، لا هو ولا ابوه، لا بطيقه ولا بحب اشوف وشه اصلا، وعيل غتت وعيل تلم وبارد يا اختي. ده اللي هجوزه نان. انا هجوز نان من امه لا اله الا الله. امه لا اله الا الله مين؟ مين ده؟ ما تحرمش منك يا محمد وعقبال كده لما اجيب لك كلور يوم ما نفرش شقتك. يا رب عايز تتجوز؟ بتحبها ولا بتحب؟ طب يا جماعه محمد بيحب بنت وانا مش راضي اقول من اولها، وبيقعد ينزل لها اغاني حب. مش عارفه اولاد قبل بيحبوا على نفسهم ليه. مش هخش من هنا، اخش من الناحيه الثانيه. عاو سبحان الله. عايزه اقول لكم ان انا والولاد بتوع العيله كلهم يعني بيحبوني جدا. والله العظيم ما بشكر في نفسي، بس انا بحبهم وبيحبوني قوي وما يقولوليش لا. دي حقيقي سيبكم من الهزار وبنقعد نهزر وبنعمل، بس حقيقي ربنا يا رب يحميهم. وخاصه ولاد امل مؤدبين ومحترمين. هي امل ما شاء الله عليها، هي وحنان والله واميره برضو، واخواتي كلهم وزين مرب. ربنا يحميهم ويحميهم لشبابهم يا رب، كل الشباب واللي زيهم. بصوا بقى انا عملت ايه كده زي ما انتم شايفين. كنست بقى انا جبت كلور وكلوريكس الوان، وجبت المقشه حيطان وسيراميك وسيراميك مفيش سيراميك على السلم، حيطان بقى والسور اللي هو الترابزين مش عارف الترابزين هو اسمه ترابزين. وقعدت كده غسلت السلم سلمه. لما خليت الدنيا عندي زي الفل، اهم حاجه ما تخلي السلم والسلم، عشان كده اللي يجيلك كده يشم ريحه النظافه من على اخر الشارع. حاجه كده عايزه اقول لك تشرح القلب التعبان.
أي والله ما تنظفي البيت كده وترشي، زي في مثل يقول لك ما تعرفش مين يخش، اغسل البيت ورشه وما تعرفش مين يخش. وبعدين أهم حاجة المدخل السلم، أنا كان أوحش حاجة عندي في شقتي دي كلها مدخل باب الشقة. مدخل باب الشقة كان فيه كده قفص فيه الشوزات والحاجات والكوتشيات ومش عارف إيه، كانت مكركب جدا، فكان نفسي أعمله قوي. فسبحان الله النهاردة هنعمله مع بعض. أنا بس بدأت كده بغسيله غسلة حلوة بالفرشة، في بطع على السلم، لأن خدوا بالكم البيت ده قديم بقاله سنين، وكان في ناس ساكنة هنا بالإيجار فكانوا بيعينوا الموتوسيكلات بتاعتهم هنا في بير السلم، ففي زيوت وحاجات من على الأرض دي ما بتطلعش، دي عايزة بقى يتبلط من أول وجديد وقصة ومصاريف، ومليش في الجو ده. طبعا النور قطع علينا، وقلت يلا خير أسيبه كده يتنقع شوية وأخش أغسل كده كام طبق معايا وبعدين نرجع نكمل السلسلة. وأنا بالمرة قلت النور قاطع بقى ألمع المطبخ وأظبطه، بعد ما غسلت المواعين ولمعت الدنيا وظبطت الدنيا قلت لمعه عشان افرش بقى السجاده الجديده. بصوا انا مش مقتنع ان انا حطيت السجاده دي هنا، مش عارفه استخسرتها، دي انا كنت جايباها من عند بيت ايمي على الفيسبوك، بيت ايمي معروفه يعني على الفيسبوك بتجيب بديل سجاد، وكنت جايبها منها اللي هو بتاع الانتري. المهم بقى فرشتها ومش عارفه حاسه ان هي لا اجيب واحده تانية وتبقى غامقه شويه تستحمل المطبخ يعني، بس هي دي اللي عشان ما جبتش حاجه جديده، فانا عايزه افرش الشقه بتاعتي كلها جديد في جديد يعني. بصوا بقى كان النور اجى، انا ما اعرفش اعمل السلم والنور عتمه يعني الدنيا تبقى ضلمه قوي، فخاف ازحلق. جبت بقى الخرطوم وبالمساحه وعملت الحيطان بالارض بالسور يعني، خليت بصوا السلم من على اخر الشارع شامم ريحه النظافه. والله ريحه النظافه كده جايه من على السلم، بحيث اللي يطلع على السلم يقول ايه البيت النظيف الفل ده. عملت كده السلم بالحيطان لحد الحوش تحت، حتى الحوش تحت فضلت اعمله بصوا من جوه واجيب الميه اللي جوه، لما خليت الدنيا زي الفل. الباب بقى انا كنت بعمله امر الى الله يعني، خايفه اتكهرب لان الباب ده بالكهرباء، بس سبحان الله ربنا منجاني النهارده من حاجتين، ان انا كنت متوقعه ان انا هزحلق على السلم من الصابون والحاجه، بخاف قوي وانا نازله على السلم اقع، وان ربنا نجاني كمان من ان الباب ما يكهربنيش يعني، فالحمد لله. ده استهبال اللي انت بتعملي ده يا نشوى؟ والله شكله استهبال. خلصت بقى كده، وان ايه كرتونه اللي انت حطاها، بس اول اللي يخش كده لسه الدنيا مبلوله فيمسح رجله في الكرتونه دي مؤقتا عمال ما الدنيا تنشف يعني. جبت بقى الجزمه اللي انا كنت جايباها، عايزه اقول لكم انا ايه، انا ركبتها بطريقه سهله قوي، هوريكم دلوقتي انا ركبتها في اخر الفيديو ازاي. بصوا انا عملت ايه، جبت الجزمه كده وحطيتها كلها كده، كل الشوزات اللي احنا كنا غسلينها انا حطيت لعلي الجزء اللي تحت خالص هو وامير ونانو تدريجيا، انا بس الجزء اللي فوق خالص اخدته ليه عشان ما اجي اخد حاجه من الشوزات دي ما وطيش قوي، فاجيبها كده من على فوق. اخدت كميه شوزات كتير والله، تقولي انا شويه مش عمليه، هي لسه لحد دلوقتي ما اكتشفت يعني، ما عرفناش هي عمليه ولا مش عمليه، انا عارفه ان انتوا اغلبكم قلتوا هي يعني مش عمليه، فاحنا هنجربها. انا يعني اتملت كل الشوزات كده وقفلتها بالسوسته وحطيت لها ورده ولمعت السلم وبقى السلم زي الفل، وتعالوا نعمل غدا عشان احنا اتاخرنا النهارده. انا عندي اصلا محشي، قمت مطلعه ربع كيلو لحمه وضربت بصلايه وقرن فلفل وحطيت اللحمه، حطيت عليها شويه ملح وشويه بهارات لحمه وشويه فلفل وشويه كمون وشويه بابريكا مدخنه وحبه بقسماط كده، وضربتهم كلهم في بعض على معلقه زيت وخلاص كده. كده انا عملت كفته، اسرع من كده مفيش، كان نفسي في شويه خضره بس ما لقيتش. ده ورق الزبده اللي انا جايباه، هو انا اللي بتاع الاير فراير، هو مقاسه صغير، انا كنت عايزه المقاس الكبير، ده مقاس الاير فراير بتاع نديم بنتي، فبقى الدوله وهي ماشيه، وحطيته في الاير فراير كده ايه تتشوى معانا. وسلقت المكرونه، عمال مكرونه كانت اتسلقت كنت انا بقى لمعت الرخامه بتاعه المطبخ يعني، خلاص كده ايه التشطيبات الفينش بالاخير بقى. وكانت المكرونه اتسلقت، نزلت بالبصلايه المفرومه عليها معلقه هريسه شطه عليها معلقه الصلصه وشويه ميه كده دافيين، وسبت الصلصه تتسبك كده، وفي الاخر نزلت عليها بالمكرونه تاخد تقلبتين يمين في شمال. المكرونه ما اخدتش معايا طبعا دقيقه على النار، كنت انا دخلت بقى قلت اخد بقى يعني ايه شاور بعد الميه والكلور والمسحوق والحاجات اللي احنا عملناها، فطلعنا الترنج الحلو ده كده ودخلنا بقى غرفنا الاكل ولبسنا وروقنا على مزاجنا، ولا اكن تعبنا ولا اكن حصل حاجه ولا غسيل سلم ولا مسيح ولا اي حاجه في الدنيا. كان يوم خفيف وكده ايه، ما عادش يعني الحاجات بسيطة جدا جدا. بكرة استنوا ان شاء الله فيديو مفاجأة كده، تحضير بقى الأوضة بتاعت صوفي بقى وام صوفي، وربنا ايه يجيبوا بالسلامة ويكمل لهم على خير. شوية المكرونة الاسباجيتي بقى الحلوة دي كده اللي مفرفرة دي، وولادي بيموتوا فيها وانا بحبها. المحشي والبط ده سخنته، انا كنت عاملاه امبارح لنادين بس انا سخنته، وقلت بقى ايه نادين ما جتش فقلت خلاص بقى سخنه وعلي ياكله امير ياكله كده يعني، قلت اكله واكله كده، وشوية كفتة وشوية مكرونة.
كورونا. بص بقى ال 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 الجو الاخير كده للشقه كده وانا فرشه الشقه كلها، لا بجد اتغيرت، قلت ده يرد على ده، اللون ده على ده، والحته دي كانت حلوه قوي، انا عجباني قوي يعني. وبص برضو قالعين شوزات بره، مش عارفه اعمل ايه. طيب يعني يلا تصبحوا على خير، كان يوم جميل وبحبكم قوي. بصوا دي الجزامه اللي انا كنت جايباها، هي جايه متفككه كده، قلت اما اركبها، كنت انا بركبتها نفس اليوم اللي انا اشتريت فيه المشتريات، يعني انا كنت لسه لابسه نفس المشتريات، حتى نادين وابراهيم اجوا بالليل سهروا معانا شويه ففضلوا قاعدين معايا وانا بركبها. تركيبها يعني هو مش صعب، هو سهل جدا وكان مسلي، احب اقعد اركب الحاجات دي يعني. قعدت بقى كده ركبها، عايزه اقول لك ما اخدتش، اخدت معايا شويه وقت بس كانت حلوه، كانت سهله. عارفين انتوا الحاجات اللي كنا زمان نلعب العاب كده نقعد نركبها، وامير ابني قال لي ماما ساعدك، كنت اقول لا انا احب اللعبه دي بقى، علي يجي قال لي طب اساعدك، كنت اقول محدش يلعب معايا اللعبه دي، انا العب اللعبه دي لوحدي. قعدت العب بقى في جزمه كده لما ركبتها، وهي القفازات البلاستيك اللي موجوده دي هي يعني محكم، متحكمه فيها شويه فمخليها جامده شويه. شفت نوع تاني كان اغلى، كان ب290، كانت ضعيفه اكتر من دي، هو كله ضعيف طبعا يعني مش قوي، بس المحافظه يعني احنا نحاول نحافظ عليها. قعدت كده وانا بعملها لقيت مين طالع، ابله نادين هي واستاذ ابراهيم، وقعدنا نهزر شويه وفضلوا قاعدين معايا وانا اركب فيها، وامير وابراهيم فرحانين بالبامبرز وانا قعدت اركب قدامهم. وكان يوم ده كان يوم المشتريات، انا جبت لكم بس تركيب الجزامه يعني سهل، يعني مش عايزه اقول لك ان انت لو شفتها هي سهله مش صعبه يعني، مش صعبه بس. وقعدت كده خلاص وفنشتها بقى في الاخر وغطيتها كده بالكسوه بتاعتها، ونادين بنتي كانت جايبه لها كنافه فضلت تاكل الكنافه وهي واقفه جنبي، وكان يوم خفيف كده اليوم ده. كنت لسه جايبين المشتريات وبطلع لكل واحد حاجته وخلاص، بس خلاص كده يلا تصبحوا على خير. انا قلت اجيب لكم التركيب في النهايه بقى وشكل الجزام.